صحراء الشاسعة والواسعة للإبل، مكان مرموقة عند سكان الصحراء، فهو مصدر للرزق، ضف إلى ذلك الفوائد الصحية. مزيد من التفاصيل مع وليد مهاجري وليلى صفوان. حين نتحدث عن الإبل فإننا نتحدث عن إرث حضاري ضارب في أعماق التاريخ، أين تعتبر الإبل موروثا صحراويا لديه خصوصية بالجزائر. لا تتعجبوا، نحن لسنا في إحدى المدن بالجنوب بل برويبة شرق العاصمة. موسى وشقيقه شابان ينحدران من ورقلة، نقلا هواية تربية الإبل للعاصمة لكن لأغراض تجارية، فهما اكتشفا حجم الإقبال على بول البعير. نعم بول البعير، فما السر في ذلك؟ حتى البول تنفع، ينفع المرض، البول والحليب، تخلط البول والحليب كيما نفس قادر تخلطوهم تشربها وحدها، ينفع الكول، ينفع السكر، ينفع السرطان، حتى الكونسير ينفع. كاين الغاش ما يلقاش، يجي لاشين يدير، يجي كل اليوم يدير لاشين حتى يقضى، نخدموه الحشية والصباح دايما. ولا يخفى على أحد مدى الفوائد الصحية التي يتمتع بها بول الإبل، خصوصا إذا ما تم خلطها ببعض حليبها، فهي ناجعة في علاج الأمراض الجلدية والقروح اليابسة والرطبة. ولأبوال الإبل فائدة ثابتة في علاج بعض الأمراض المستعصية على الطب الحديث. ما شاء الله عنده الثانية بزاف، يعني مربي الإبل نعرف واش فيها كلش فيها، ما شاء الله جماعة راهنا جاي كل اليوم راهو يشريها، يلقى فيها فايدة، يلقى فيها الدواء تاع كلش، يجي ما شاء الله يجي يلقى فيها فايدة، يلقى فيها الدواء فيها والمفارقة أن أصحاب الإبل يمتنعون عن بيعه، وهو ما فسح المجال للسماسرة للمتاجرة فيه بأسعار باهظة. بول البعير لا يباع لأنه ذو قيمة عالية وطبية كبيرة، بل يتداول فيما بين الأهل والأصحاب.